ونرجع لكم مرة ثانية. آخر مرة شو سوينا؟ سوينا المدينة السكنية، مدينة سكنية، وحاولنا نوسع الصناعية، والحين نحط خدمات هني حق الصناعية. طبعا ما بحتاج خدمات كبيرة لأن في خدمات قريبة، مش كذا؟ ما في خدمات قريبة هني المشكلة، استوي المصايب. الشرطة يبانا مدرسة، يبانا ثانوية، يبانا جامعة. لا ما بو زبلة، عندنا كل شيء، عندنا كهرباء الحين وبتي. اللي بسوي أول شيء اللي هو هذا محلات، شيء محلات، بعدين بيوت للآخر، لأن في ناس ناقصنها موظفين وما عندهم موظفين، مستعدين يوظفون بس ما في موظفين. طيب جامعة، يستاهلون جامعة، تغطي منطقة ضخمة والله. نحط جامعة ونحطي لهم باصات. الحين لازم نعدل وايد الشوارع الصراحة، لأن قامت تستوي زحمة المدن بشكل خرافي، والزحمة ما بتنقص ترى، الزحمة في هاللعبة ما بتنقص، ولا بتشوفونها تنقص، ولا تبى تنقص، بل تزيد وتزيد وتزيد، ما ينقص عندهم شيء. ليش ما عندنا حديقة نحن هني؟ حديقة هني و جابانيز جاردن، جابانيز جاردن نحطيها، نحطي حديقة مثل عالم الناس الثانية، تستوعب الناس. أحسهم زعلانين ما عندهم حدائق، طيلهم هني بعد هاي الزعلانين ما عندهم حدائق. شو صار في المنطقة هاي؟ شغالين؟ وندد بيكوز كرايم موز هاي. ليش؟ في عندكم شرطة انتو؟ يعني المفروض عندكم شرطة، عندكم مش اي شرطة بعد، انتو افضل شرطة عندكم اظني. ثانوية، يا الله ثانوية، الموضوع الذي لا ينتهي. الثانوية العامة يبون وايد، ثانوية عامة وايد شغلات أهون، بس إن ما يكون عندك ثانوية عامة مصيبة بحد ذاتها، والله مصيبة. صور حتى هالمكان ما بيكفي ثانوية عامة واحدة. انتم مكفنكم ثانوية؟ طبعا لا، متى الثانوية تكفي اي حد؟ ثانوية عامة حق 10 طلاب بس. كم وصلنا الحين؟ 38,000. كنت أتمنى نفتح النووي والطاقة النووية، بس شكلنا ما تنفتح الحلقة هاي. ليش ما عندك ماي؟ لازم في حد ما عنده ماي عندي في المدينة، سبحان الله. زين، باصات محتاجين انتم، مواصلات. هو الحق مفروض أنا أهتم في التفاصيل أكثر، بس أنا للحين ما بدينا في التفاصيل. الحين نحن نحاول نبني اقتصاد ثابت. الاقتصاد ثابت صراحة جيد جدا، يعني مش انه مو ثابت، يعني ممتاز الاقتصاد. بس خلينا نشوف الموارد وين، شو عندنا. انا بنيت فوق مزارع، اعرف هني شو فيه. هني في عنا منطقة غابات، بس ليش من هناك ابني وانا عندي هذا كله فاضي؟ هل استغل المساحة اللي عندي فيها خدمات جاهزة؟ عسير لو زمري، ليش استغل المساحة هاي كلها اللي فيها؟ هاي فيها كلها، خلنا نحط لها شوارع بعد الكبير بعد عشان ما يزعلون، عشان ما استوي زحمة بعد. ها وصلكم في الشارع العام بعد، سوينا لكم واسطة، موصل للشارع العام تي، بس ما في زحمة في الشارع اصلا، ما في زحمة، انا ما اشوف زحمة هني، احس الزحمة ما توصل لهم. خاطر اسوي نفق من الهاي واي لين هني. خلينا نعتبر النهاية، ما بنتد اكثر من هذا يعني، ونسوي الزون على اساس ما نجيب العيد ما يبنون لنا مصانع ملوثة. بعد
بعد ما نبني زون. اوكي هالزون شو غابات 100%، بس ممتاز. نجيب المصانع حطي، بس هنا ما بيكفي الزون شوي، هني بعد يباله هلا مزارع. عندنا سكان استوى، ما استوى عندنا سكان، نحتاج مصانع، مصانع مثل عالم الناس. مع ان هني هني بيوت، سوري حسبت اني حطيت مصانع، ليش ما ابدا مدينه هني؟ عندهم مطافي، هي عندهم مطافي يا اخي، عندهم مطافي بس بكل بساطه صناعيه. احس انه ما يستاهل وضع حطي لهم مطافي، بس حطي لهم عن الزعل. بس لو حطينا مطافي خلى نبقى صناعية اكثر. دكاكين اكثر، تعالوا طلعوا دكاكين، اذا يستوي في المنطقة الصغيرة بعد دكان طلعوا فيه، ما عندي مشاكل. انزين مواصلات، ما عندنا مطار للحين، عندنا القطار. شو رايكم نسوي القطار؟ بس القطار انا ما ابغاه هني، انا ابغى قطار يجيب لي كارغو. الكارغو يكون وين؟ مرة هني في الصناعية، مرة تشوف حضنة صناعية على شارع ون واي. زين غصبا عنا يدخل داخل المدينة وخلاص، يكون تكتيك حلو. يلا شو رايكم؟ كارغو ترين، بسم الله لين عند هذا، قول له سامحني اخذ منك لاين، بس لاين هذا وايد كبير. ولا ممكن اسويه فوق الارض، سيدة فوق الشوارع، شكله حلو بس بياخذ مساحة بكسر بيوت. خلنا نجرب فوق ولا لا، احنا من الصبح شغالين اراضي. مرة تحت الصناعية دايركت. ليش انا ما قلت ابغى بالطريقة هاي ولا ابغى لا 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 لا، كنت على وشك اجيب العيد والله. بس والله انه مكلف، حاسس احاول امده، انا مستوعب ان هالشي سوبر مكلف. اندر جراوند نقدر نمسح اندر جراوند، ترى اللي ما يعرف الحين يعرف. ايوه انا نفق نازل نفق طالع، نقدر نبني الحين راحتنا وغير ما، بس خلنا نشوف اصلا في عليه قبال. والمفروض هذا يقلل الحاجة لمنو؟ للشاحنات داخل المدينة. انا اخر شيء الهدف من هذا كله، بعد مرة ثانية
تخيل الزحمة، الزحمة مصيبة، الزحمة مصيبة. بايب لاين بروبلمز، إذا قلت لي هذا بضربك. شو كاتب؟ شاور نقول بوتل. تتمسخرون علي كلاب. زين زين بنحط لكم ماي. زين حط لكم ماي لين تسكتون، لين يوم الماي. ها احط محطة تكرير مكان هذا الوساخة هاي. هلا نكسر القديم عشان نخلي الوساخة بعد تلوث في الماي. ماي ما يعيبني شكل الماي. ما يعيبني شكل المي ملوث بالطريقة هاي. عقب لازم اشيل انا هذا. خلنا نشوف هذا بيغطي المكان اللي قبله. شلايل اوكي. لحظة خلي يشتغلون. اني بشل شيء، ما باش ما بشل شيء. زين في هذا انه ما يسوي تلوث الصراحة. بعدين هالماي بيبدأ شوي يتنظف في الدهني نوعا ما، يعني بيتنظف. هذا بيبدأ يختفي شوي شوي. هذا وصل تلوث لين المايه، مصيبة هاي. زين احنا كله بس ناخذ الحين ماي من هني بس، وهني بعد والله شي ماي. كنا نحطي هذا هني انه مكان حلو استراتيجي بس ممتاز، عساس لو تمددنا ما يكون في مشاكل. لأن يعني مش بروح الشارع العام، الشارع العام هذا مصيبته مصيبة. الله انه مصيبته مصيبة. الزحمة ما توصل لين هني، هني ما في الزحمة اللي اسمها زحوب وكلب. وانا نسيتكم، نشفتوا انتوا، نشفتوا خلاص. انا متى ناسنكم يا جماعة؟ ترى الجماعة ناسنهم هاي شوي، يعني فنسيان خفيف، نسيان خفيف ما يضر. كلوسل سيتي. اه ها فتحنا النووي بس ما بقدر احطه الحين، لازم نجهز المكان قبل ان احطه. سوي مدينة النووي يا هز بقى هاي اللي تطلع الروح. زين اوكي هني هني حطي هذا المزبلة كلها هني هني. واحد اثنين ثلاثة أربعة استانستوا. ها 700 شي بحط لكم. صبر كهرباء. يلا صيحوا الحين، صيحوا صيحوا كل شوي. مين عين زبالة؟ كل هالتعليم لا الدنيا اللي فيكم، حرام فيكم التعليم. زين الثانوية اوكي، الابتدائية ناقصنا شوية، الجامعة مية مية. الابتدائية بدنا نخرج اكثر اساس. ابتدائية محتاج اخرج الصراحة. ابتدائية اعداد جدا مهم، مثلا هايل وهايل. من بعد ما قاعد ما عندي تعليم كافي هذيل، اللي ما عندهم اظن الابتدائية ما تكفيهم. اللي عندهم ثانوي اللي عندهم بعد لا مكفي، بتكفيهم الحين مو مشكلة. انت يا جماعة الخير شو شو مشكلتكم؟ زبالة بعد اوكي. انت في حد فيكم لازم يعتزل المكان؟ سوري
انا اسف بس ما لكم حل ثاني، اعرف انكم بتزعلون لكن شو نسوي؟ شو نسوي انكم بتزعلون؟ تركم مزرعة، مزرعة ثانية بنحط لكم شي تتسلوا به. تعالوا تعالوا تعالوا، هذا مثلا عندكم، يلا ما اقص عليكم، بتون عند الزبايل هنا عقب تتمتعون. قصينا عليهم، نعم انها الخدعة، نعم انه البور ناقص، انه الخدعة. والله بسوي بور الحين نيوكلير، بس لازم اخلص مصيبة هالمنطقة الحين. ابو انا اطور مكان صناعية لان في زحمة هني، مدينة الجديدة مشو زحمتها زينة، مش مزحمة وايد، متطورين متطورين. انتو شو ناقصكم؟ لاند فاليو، يبون زادين. خلنا نحطي عندنا مكان ابراج نحن، وممكن نحطي برج وسط الجماعة هنا اللي هو ترانسبورتيشن. ترانسبورتيشن ابو مكان في الوسط نص المدينة، شي مكان مميز. ايوه هذا مكان انا احسه ممتاز الصراحة، احسن من المكان، احسه ممتاز. انا عجبني المكان الصراحة، من عجبني. حطي حق اللي زعلان حديقة جنبه. والله المكان الفاضي حلو حق الشغلات المهمة، يعني الشغلات عندنا برج هني وش طوله؟ كفو ذا كومباني، كفو عليك والله. ما في حيلة الصراحة، ما في حيلة. نحن شو فتحنا توه؟ خلنا نشيك، بس طاقة نووية ونقدر نشتري أراضي، نقدر نشتري أراضي. شو الأرض اللي نشتريها؟ أنا أقول بشتري هاي، مع إني أبو الهاي واي والله، بس نبى البحر. برتشيز خلاص، بعدين إذا احتاجنا أرض. أنا عندي خطة حق هني وعندي خطة حق هني، بس هني المشكلة عندنا وايد موارد. أنا ليش أبى أسوي هني النووي؟ ولا ليش اشتريت هاي؟ النووي شكله بيستوي هني، اوكي، وهني راح يستوي ما بين كل الصناعات. والله في مجال تطور، بس لازم اسحب على بعض الصناعات. خلاص هاي مدينة كاملة ما بسوي فيه صناعة، بسوي اي صناعة هني، بسوي مدينة تجارية فيها طاقة نووية بعد، نتفاهم معها. بس الحين احنا عندنا هاي المدينة اللي هي شايل وايد ناس، هاي المدينة لازم تكبر. زين شوفوا نكبر المدينة هاي، في وايد ناس بتزعل، وايد بيوت بتنشل الحين. امر وما شله، اوكي في ناس سلمت من الموضوع. مشكلة متطورين الصراحة، يعني كاسرين خاطري. انا ما ودي اشلهم، انا ودي ما اشلهم. صراحة بس اوكي لازم تسوي اللي تسويه. هذا بنين الشوارع، ايوه هني. شو ناقصنا؟ لا والله ممتاز الخدمات حق الحين ممتازة، ممكن بعدين نزيد عليها. عندنا كهرباء ممتاز، بنبني اماكن تجارية. شو شي بنكمل هاي كلها كانوا سكان، ف بشل هذه البقعة للسكان، بشل هذه المنطقة للتجار. وعندي احتياج صناعة اللي هو موجود، فبدل الصناعة
استغل هالمنطقة مكاتب، هذا الصناعة راح تكون منطقة زين. هاي مدينة ضخمة صراحة، هاي مدينة راح تكون سكنية تصور بوصلها لآخر الدنيا. بس الحين خلنا نشوف خدمة، طبعا ماي أكيد، ماي أكيد، أنا أمد ماي، ما أقدر أمد ماي بهالشي هذا، خلنا نمد ماي. بس في شغلات الجديدة اللي هي الحلوة نفس الزراعية والبترولية، الحين أنا بهدف إلى الصناعات البترولية، بس استهلاك الطاقة للصناعات كبير. يعني ليش انتظرت النووي مثلا؟ النووي بينتجري 640، يعني اكثر من اللي قاعد استهلكه كل مكان هني. الحين انا قاعد استهلك 400 مليون واط، ومع ذلك اظني بينقصني. لحظة، ليش بالضبط انت مريض يا صديقي؟ عندك مستشفى؟ وين المستشفى هذا هو؟ اها، المستشفى ما قام يستوعبهم، حطي عيادة تقدر تستوعب المرضى. شوف ما عندنا استيعاب مرضى في مكان ثاني، ايه حطي مستشفى يستوعب المرضى. خلاص المستشفيات قامت تتعبى لنا، فلازم نسوي عيادات صغيرة. شو هلا يقولكم عنا تمتد ولا الأماكن تتطور تبدأ تحتاج خدمات جديدة، لو ان تحس انك خلاص حطيت بس عدد الناس ولا كثافة الناس في المنطقة هاي تقعد تزيد، فبعدك تحتاج. هذا يعتمد على الكثافة السكانية، مثل هني هذا بعد اللي يموتون الله يرحمهم لازم نحط لهم شيء. اهم شيء المدينة قاعدة تنبني. أنا بوقف الحلقة هاي على التطوير الموجود حاليا وعلى الشارع القاهرني، يبالي أعدل عقب، وبنبدأ بنسوي هني هذا الشارع، هذا بنسوي فيه النووي، ونشوفكم الحلقة الجاية مع النووي إن شاء الله. حياكم الله. لحظة قبل نروح، بنت صح؟ أنا توي اكتشفت إن هذا فيه مشاكل، ف بحل المشكلة وبروح حكم. لحظة لازم الشرطة بيوصلهم بالطريقة هاي، ما ظني. خلاص المفروض إنه هذا مبند، بيبند قريبا يعني. خلاص اوكي، كل اللي سويناه وصلنا شارع هني، خلي الشرطة تروم تلف على المنطقة هاي. لو انه بسوي زحمة هني اهون من ان الخطار بند ولا مسوي فيه اي شيء. يعني انا الرينكريشن كم بحطي؟ تعبت. بس مروا عليه شلوا من عنده، ريحوه مسكين، خلصوا من العذاب. خلاص مو مشكلة، هذا بيشتغل. فهالمرة خلاص نكمل معكم الحلقة الجاية، وحياكم الله.